المتابعون جميعا من خلال هذه المنافسات الجميلة، لحظات الإعادة 12:53 9 أجزاء من الثانية. تهانينا لمبارك بن محسن بن أحمد بن محسن البريكي على فوز مياس. ورد في المركز الثاني محمد بن راشد بسم المنصوري 12:54 ثانية، 5 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس بينما المركز الثالث. كان الدخول جميل وكانت المنافسة رائعة. ناخذ أيضا هذا الدخول على المركز الثالث، فكان في المركز الثالث هناك 12:57 وفاء وتماما وكمالا. أن وصل هناك مشكور حمد بن محمد بن فهيد بن بيشان العجمي. المركز الرابع كان شعار بالدليل، والمركز الخامس الدخول ما بين محمد بن صالح بن جابر الجابر المري مالكي صوغان وما بين محمد بن علي بسهيل يبهوني الظاهري. تهانينا لهم والناموس أيضا جميعا على هذا الانتصار الملايين. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدين الكرام أسعد الله مساكم جميعا بكل خير، نحييكم أجمل أطيب تحية في هذا المساء من أرضية هذا الميدان مع انطلاق ختام الختاميات شوطنا الرابع في تعداد هذه الأشواط خصوص هذا الشوط للقعدان الثنايا المهجنات الأصايل. تمنياتنا بالتوفيق والنجاح للجميع. نذهب مباشرة إلى مقدمة الشوط وإلى سلهود سلطان بن سيف بن معضد المشغوني من يتصدر الجموع في مقدمة الشوط. ثاني المراكز مغذي تعود الملكية لمحمد بن طماطم بن حمد العامري. انتقل مباشرة الى ثالث المراكز واذنان صالح بن عبد الهادي بن محمد النابت من يتقدم مباشرة مع المركز الثالث. نتأخر ونشوف اللي في المركز الرابع من الجانب الاخر بهذا التقدم والوصول. ايضا من مرحب لسويدان بن سعيد بن حضيرم الاكتبي من غير مباشرة واحتل المركز الرابع. نتأخر ونشوف اللي في المركز الخامس في هذه اللحظات. نايف احمد بن محمد بن راشد بن معدن الاكتبي المركز السادس، سادس المراكز المنطلق في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام بتقدم ممتاز. ارى اللي هو كفو الصغير بن محمد بن سعيد بن معضد النيادي، ولكن القادم الواصل مشاهدينا الكرام الفارس عبد الله بن حمد بن وقاش العامري من يقدم لنا هذا الاسم. نشوف اللي في المركز الثامن، ثامن المراكز يد يتقدم هنا وينطلق اللي هو عز مشلش بن سعيد بن محمد الخيارين من يقدم لنا هذا الاسم. تاسع المراكز اللي في المركز التاسع الواصل رقيف احمد بن عتيق بن عبيد الرميثي. عاشر المراكز وختام النداء الاول مشاهدين الكرام من يتقدم وينطلق في هذه اللحظات توافي سيف بن محمد رعشيق العامري. هكذا النتيجة، هكذا النداء الأول للعشر الأوائل المنطلقة مشاهدين الكرام. لنا عودة إلى المقدمة، لنا عودة إلى سلهود في مقدمة الشوط ومع المركز الأول يتقدم الجميع بهذا الشعار وبهذا التقدم الممتاز. تعود الملكية لسلهود لسلطان بن سيف بن معضد المشغوني في بن معيضد المشغوني يتقدم مباشرة هناك مشاهدين الكرام اللي هو سلهود لسلطان بن سيف بن معضد المشغوني من يتقدم مباشرة مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول. ثاني المراكز اللي في المركز الثاني واذنان صالح بن عبد الهادي بن محمد النابت يتقدم مباشرة ويحتل المركز الثاني. المركز الثالث مغذي تعود الملكية لمحمد بن طماطم بن حمد العامري. القادم الواصل الفارس عبد الله بن حمد بن وقاش العامري من يقدم هذا الاسم محتلا مع المركز الرابع. خامس المراكز مرحب تعود الملكية لسويدان بن سعيد بن حضيرم التبي من يقدم هذا الاسم محتلا مع المركز الخامس. المركز السادس رقيف أحمد بن عتيق بن عبيد الرميثي يقدم لنا رقيف في هذا التقدم وبهذا المسار وبهذا الشعار. ثامن المراكز من ينطلق مباشرة مع المركز التاسع بهذه اللحظات ينطلق ويتقدم مشاهدين الكرام عز مشلش بن سعيد بن محمد الخيارين من يقدم هذا الاسم. الوصول مع المركز العاشر في هذه اللحظات أسامي مشاهدين الكرام تغير إلى المركز العاشر، تتقدم لعالم هذه الإذاعة من أجل الفوز والناموس والانتصار طعمه غير. هكذا مشاهدين الكرام القادم في هذه اللحظات والمنطلق
هنا مشاهدين الكرام من ينطلق في هذه اللحظات. مناور يتقدم مشاهدين الكرام بقدوم ممتاز، ولكن اللي هو وافي سيف بن محمد رعشيقه العامري. هكذا النتيجة، هكذا النداء الثاني، لن عوده إلى المقدمة، لن عوده إلى المركز الأول. ما بين القعدان الثنايا المهجنات الأصايل، مقدمة الشوط والمركز الأول. سلهود موجود مع الصدارة بالفعل. شعارك المشغوني يتقدم بهذا الانطلاق مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول. شعارك يا أبو سيف سلطان بن سيف بن معضد المشغوني في مقدمة الشوط ومع المركز الأول. ثاني المراكز وذنان يحتل المركز الثاني، تعود الملكية لصالح بن عبد الهادي بن محمد النابت، يتقدم بهذا التقدم. وينطلق مغذي محمد بن طماطم بن حمد العامري محتل مع المركز الثالث، مشكلا المثلث الذهبي من أجل الفوز والناموس. أمرحب سويدان بن سعيد بن حضير ملكتبي، من اللي وصل، من اللي انطلق؟ زعفران، أول إذاعة لزعفران يأتي في هذه اللحظات ويغير إلى الرابع. تعود الملكية لعبد الله بن حمد بن سعيد الراشدي، يتقدم مباشرة. القادم أحلى وصل هاملول، عبد الله بن سهيل بالطماطم العفاري محتل مع المركز الخامس. سادس المراكز من يأتي رجيف أحمد بن عتيق بن عبيد الرميثي محتل مع المركز السابع. ثامن المراكز مرحب سويدان بن سعيد بن حضير ملكتبي، ولكن من اللي وصل، من اللي تقدم في هذه اللحظات؟ عز مشلش بن سعيد بن محمد الخيارين يتقدم بهذا الاسم. والقدوم الجديد هناك الشبل سلطان بن سالم بن حمد الكتبي. هكذا النتيجة مشاهدين الكرام، هكذا النداء الثالث للعشر الأوائل، لنا عودة إلى المقدمة. أقدمنا على جسر العبور، اقتربنا من جسر العبور ومقدمة الشوط والمركز الأول بهذا المربع الذهبي مع الصدارة ومع البداية. يا سلام، الكل بدأ يتقدم، الكل بدأ ينطلق مشاهدينا الكرام مع مقدمة الشوط. غير زعفران واحتل مع المقدمة واحتل مع الصدارة. تعود الملكية لعبد الله بن حمد بن سعيد بن حمد بن سالم الراشدي في مقدمة الشوط ومع المركز الأول. ثاني المراكز اللي في المركز الثاني ينطلق مباشرة. هناك مشاهدين الكرام مع المركز الثاني يأتي في هذه اللحظات مغذي مع المركز الثاني. تعود الملكية لمحمد بن طماطم بن حمد العامري. المركز الثالث من يأتي وذنان صالح بن عبد الهادي بن محمد النابت محتل مع المركز الثالث. رابع المراكز اللي في المركز الرابع انطلق هاملول يغير من مركز الى مركز، يحتل المركز الرابع. تعود الملكية لهاملول لعبد الله بن سهيل بالطماطم العفاري، يتقدم مباشرة ويحتل المركز الرابع. خامس المراكز هنا سلهود سلطان بن سيف بن معضد المشغولي، يتقدم مباشرة ويحتل المركز الخامس. المركز السادس، سادس المراكز المنطلق في هذه اللحظات، بدأ يتقدم ويأتي رجيف أحمد بن عتيق الرميثي. يقدم لنا رجيف، ولكن وصول جديد من مناور سالم بن عامر بن راشد المدهوشي. وصل المدهش يتقدم مشاهدين الكرام ويقدم لنا مناور، وأول إذاعة المناور ما يبنى لطاري إلا مع لافتة 2.5 كيلو. والقدوم أيضا والوصول في هذه اللحظات من اللي هو نجد عبد العزيز بكردي بن طالب المنخس. أول إذاعة مشاهدين الكرام، أسامي تقدمت، الكل بدأ ينطلق، الكل بدأ يتقدم من أجل الفوز والناموس. وافي سيف بن محمد رعشيق العامري، وهناك أيضا هملول يتقدم في هذه اللحظات. وصل حياتي حمد بن محمد بن بيشان العجمي. أول إذاعة مشاهدين الكرام، هكذا النتيجة. القادم راهي علي بن محمد بن قناص العامري. أسامي نخبة من القعدة، نخبة من الأبطال قادمة للمشاركة، منطلقة نحو الفوز والناموس والانتصار. ولكن مقدمة الشوط زعفران، باحث عن الزعفران، باحث عن الناموس. في ختام الختاميات، في ختامي الوثبة، يتقدم عبد الله بن حمد بن سعيد الراشدي مع مقدمة الشوط بهذا الشعار، بشعار زعفران. يتقدم مع البداية ومع الصدارة، ولكن يتقدم هملول، سلالة هملول تعلن الحياة.
الحضور مع المركز الثاني، تعود الملكية لعبد الله بن سهيل بالطماطم العفاري. وين الموقع سألتم؟ بدينا مع الانعطاف الأخير، بدينا مع الانعطاف الأخير. الناموس حاير ما بين هؤلاء الأسماء، ما بين هؤلاء الشعارات اللي صالت وقالت. اقتربنا مشاهدين الكرام من كيلو ونصف الكيلو، اللفة الأخيرة إلى خط النهاية، إلى الناموس، إلى السلام يتجول. ينطلق أيضا مناور سالم بن عامر المدهوشي اللي وصل هنا مغذي محمد الطماطم بن حمد العامري، يتقدم مباشرة ويحتل المركز الخامس. المركز السادس ياتي وافي سيف بن محمد راع الشيقه العامري، ولكن زعفران وين؟ باحث عن الزعفران، بدأ يسيطر، شم ريحة الزعفران، شم ريحة الزعفران. الراجلي يقدم لنا زعفران مع مقدمة الشوط، ومع المركز الأول بدأ يغادر، بدأ يقلص المسافة، ما تبقى. بان الكيلو الأخير، بان الكيلو متر الأخير، ما بعد كيلو إلا أمتار قليلة، إلا الناموس، إلا الفوز. وزعفران عبد الله بن حمد الراشدي مع مقدمة الشوط. المركز الثاني مناور، مناور بدأ يشكل إنارة الناموس، مناور المدهوشي سالم بن عامر المدهوشي مع المركز الثاني، ولكن أرصد رع الشيقة قادم بكل قوة، يتقدم وافي سيف بن محمد رع الشيقة العامري، وهناك مغذي محمد بالطماطم العامري. ولعن القعدان، ولعن القعدان، مثلث ذهبي رباعية ولا أروع. من اللي وصل؟ من اللي تقدم؟ في هذه اللحظات ينطلق مباشرة وياتينا مع المركز الخامس مشاهدينا الكرام، في هذه اللحظات اللي هو ياتي هرمز أحمد بن سلطان بن رشيد، ولكن مغذي يحمل الرقم واحد، المدرج واحد، هو المركز المطلوب، المركز الأول. من دل ذلك على شيء؟ يدل اهتمام مغذي، ولكن ما منه أمان، ما منه أمان. اللي هو مع المركز الثاني بدأ ينطلق مناور، 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 بدأ يشعل إنارة الناموس للمدهش، للمدهوشي سالم بن عامر المدهوشي، أهل السلطنة، أهل السلطنة، عودهم هذا الشعار مع الفوز والإبداع، مع الانتصار، مع النواميس الدائمة. مناور سالم بن عامر بن راشد المدهوشي، سلام المدهش، سلام، سلام مدهش المضمرين، سلام السلطنة، سلام. مناور سالم بن عامر بن راشد المدهوشي مع الفوز والناموس. المركز الثاني من وصل مشاهدين الكرام اللي هو هرمز أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. المركز الثالث مغذي، تعود الملكية محمد بن طماطم بن حمد العامري. المركز الرابع رابع المراكز زعفران عبد الله بن حمد بن سعيد الراشدي. والمركز الخامس، خامس المراكز اللي هو اذنان صالح بن عبد الهادي بن محمد النابت. نذهب مباشرة إلى التوقيت الزمني، وأثناء وصوله إلى خط النهاية، مناور لسالم بن عامر بن راشد المدهوشي من أعلن فوز وانتصار وحدها للسلطنة هذا الناموس. 12 دقيقة 45 ثانية، خمس من الأجزاء، تهانينا وناموس لسالم بن عامر بن راشد المدهوشي. المركز الثاني من وصل هرمز لأحمد بن سلطان بن رشيد السويدي الخطير، قدم هرمز مع الأمتال الأخيرة. 12 دقيقة 47 ثانية، وفأن وتماما مغذي ثالثا محمد بالطماط بن حمد العامري، قدم عرض شكر عليه. 12 دقيقة 47 ثانية وستا من الأجزاء، هكذا كانت النتيجة. تهانينا والناموس لجميع الفائزين في هذا المساء. نحييكم مشاهدينا الأعزاء مع كل انطلاقة من انطلاقة هذه الأشواط المتتالية في مساء هذا اليوم، في الفترة الأولى، الفترة التي تسبق فترة الرموز، حيث نصل مشاهدينا الأعزاء إلى انطلاقة جديدة لخامس الأشواط الخاص مشاهدينا الأعزاء بالثنايا.